Nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ismi Şeyh Mahmud Tuhi, min Mısır, Kahire. أستاذ ما رأيك بالمشاركة أهمية المشاركة في المؤتمر العالمي لبديع الزمان سعد والله أنا وجدت كقارئ للحفل أنا افتتحت الحفل هنا في إسطنبول وجدت مشاركة جماعية تقريبا من جميع دول العالم الإسلامي ووجدت فعلا وحدة مصغرة أتمنى لو تتحقق فعلا على المستوى الكبير للعالم الإسلامي وجدت الود والحب بين الحاضرين العلماء الباحثين وجدت ما يقول عنه ربنا سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن تتحقق فينا يعني هذه الآية وأن نعتصم دائما بالله ولا نتفرق أستاذ ما هو شعورك وأنت القارئ في الافتتاح الكبير للمؤتمر العالمي بديع الزمان سعيد والله أنا كنت سعيدا جدا جدا يعني ويمكن وأنا أقرأ كدت أبكي على حال الأمة الإسلامية كيف نجتمع جميعا ونلبي الدعوة بالحضور ويعني نتحاب في الله ونكون يعني على قلب رجل واحد ثم يحدث هذا في عالمنا الإسلامي الفرقة والضعف وبكل أسف التخلف لماذا يعني تتفكك وتتقطع الوصال لماذا يحدث التنكيل بالشعوب كما نرى أستاذ ما رأيك بالخدمات التي تقدمها مؤسسة إسطنبول للثقافة والعلوم؟ ما شاء الله يعني هذه المؤسسة مؤسسة عريقة نحن شعرنا بأننا في بلدنا الثاني هذه الخدمة يعني أنا عن نفسي مصري سبحان الله يعني كنت يعني أتمنى أن تعمم هذه الخدمة في جميع أنحاء العالم يعني أن يكون في كل دولة مؤسسة مثل هذه ولكن أنا الحقيقة وجدت في هذه المؤسسة راعيا مهما جدا لوحدة العالم الإسلامي وهم حريصين على هذه الوحدة وهي تقدم خدمات جليلة جدا 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 ومن أهمها يعني الاهتمام بالعلماء العظماء علماء المسلمين مثل أمثال الأستاذ سعيد النورسي رحمة الله عليه